يوم مفتوح للجميع، تأتي البلدية والجمعيات وننشره في الجريدة إن شاء الله، ويكون يوم طيب يطلعوا على هذا المركز وما هي النشاطات التي نقوم فيها. فبدو طبعا بالترتيب مع الإخوة المسؤولين إن شاء الله تعالى ومرحب بهم. فهذا المكان ليس محصور يعني فقط في أناس معينين، لا، عملية تنظيم الأمور لابد منها، لكن يجب أن نعتبر هذا المكان للجميع أبدا، وكلنا مسؤول عن هذا المكان. أي أخ بلاحظ ملاحظة يجب أنه يبديها ويجب أنه يقوم بإصلاح. فأي ملاحظة، أي نشاط، أي فكرة، أي شيء تيجي على بال إنسان فيجب أن يطرحها. يعني هذا المكان ما محصور على ناس معينين، إنه هذا إلنا كلنا جميعا المحل. فنسأل الله التوفيق بإذن الله عز وجل. ويجب التعاون يا إخوان، لأنه كما يقال مثلا اليد الواحدة لوحدها ما بتصفق، فيجب التعاون من الجميع. كل إنسان بيقدر يقدم جهد على قدر استطاعته. في عندنا الأخ الميكانيكي، الأخ الدهان، الأخ مش عارف شو، الأخ الكذا، فكل إنسان بيقدم طاقته. وأيضا كلنا يعني الله عز وجل أنعم علينا بفكر وعقل، كل إنسان تجي أفكار طيبة من أجل هذا المكان، يكون هذا المكان منارة لنا. وأنا ليس أبالغ حين أقول إن شاء الله في المستقبل هيجمع هذا المكان ناس عديدة ويكون له صوت طيب، صيت طيب في البلدية بكاملها. وهذا ليس من المبالغة، لكن الأمور تأتي إيش يا إخوان بالتدرج. فإن شاء الله إحنا عندنا أفكار وعندنا إن شاء الله أمور نذكرها لاحقا. هيكون هذا المكان إن شاء الله تعالى يعني منبرا وصوت للحق والهدى والنشاطات الطيبة والعمل الصالح لنا وللمجتمع. نكون إن شاء الله بصمة طيبة داخل هذا المجتمع ويشار إليها. حتى إحنا ولو جداد هنسبق إن شاء الله المراكز الأخرى التي أصبحت لها سنوات ولكن منعزلة عن المجتمع وما إلها نشاط، بدون ذكر أسماء جمعيات. فنحن إن شاء الله تعالى بنكون إنه نشاط واضح في المجتمع ونتقدم إلى الأمام بمساعدة الجميع والتكاتف والتعاضد مع بعضنا البعض. المجموعة يكون بس تجمع المجموعة بتتصل بالمعلمة، هي معلمة واحدة هي بتعمل الدورات، بس لو يكون مجموعة كاملة بعدين نحكي إحنا وين الدورة بكون. أنا مثلاً عندي اسم، اللي عنده اسم مثلاً هو بده يشارك أو كذا أو ما بده يشارك. هذا هو جزء من مسائلنا تكلم. إنه ما وصلنا رقم ثاني. في توفير منيح هذا. مصري. ترفع الصورة. نعم. هلا حكيت موضوع تريلا إنه في موجود فلان أو فلان مكان. عنده عم يحتاج معمل. فالمفروض أنا برأيي أفضل يكون إنه شيء خاص فيه. هذا أفضل شيء. باسم الجميع حتى بقدم خدمات للناس تاني هذا بيعمل اسم إلنا إجت لك لفريلا تأمل لا أنا سمعت في شخص قال أخي فيه ما في داعي لا أنا برأيي لازم هذا لما يتوفر المال ما في مشكلة إحنا خليها هاي موجودة أول بأول بتشوي هذا عزيز الله جزاك الله خير.